هذا نقول لمحمد إذا سألنا عن تخلفنا عن الجيش يا عمر. نقول إننا سادة مكة، كيف يقودنا شاب عمره 17 سنة؟ أجل أجل، نعم الرأي رأيك. من الطارق؟ أنا يا أبا الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي دعاكم للتخلف عن جيش أسامة بن زيد؟ ألم آمركم بالالتحاق بجيش أسامة؟ يا رسول الله، كيف يقودنا غلام له من العمر 17 سنة، وفينا أبو بكر وعثمان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص؟ يا ابن الخطاب، إنه نعم القائد، ولعمري كان أبوه نعم القائد. ثم لو كانت القيادة بالعمر لكان أبو لهب وأمثاله أحق مني بالنبوة، ولكنكم رجعتم تريدون الفتنة، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. يا أبا ذر، يا سلمان، يا عمار، آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. لا لا لا، تعطوه الكتاب، إن الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. ويحك، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يريد إلا أن يكتب الأمر من بعده لعلي كما صرح يوم الغدير. لا 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 تعطوه، إنه ليهجر. قوموا قوموا واخرجوا، كيف تعلون صوتكم أمامي وقد نهاكم الله عن ذلك؟ قوموا اخرجوا. هيا 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 هيا، دعنا نذهب. لله أشكوكم لله أشكوكم، ألا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يا نبي الله،